غارات إسرائيلية على ريف درعا جنوبي سوريا. المجلس العسكري بالسودان يؤكد أن تحقيق السلام بالبلاد يمثل أولوية في هذه المرحلة. ومارك أسبر يؤدي اليمين الدستوري وزيرا للدفاع بإدارة ترامب. الثالثة صباحاً، الواحدة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. أفاد التلفزيون السوري بشن إسرائيل هجوماً على منطقة تل الحارة بريف درعا جنوبي البلاد، وأوضح التلفزيون أن أضرار العدوان الإسرائيلي اقتصرت على الماديات دون ذكر مزيد من التفاصيل. أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن تحقيق السلام بالبلاد يمثل أولوية في هذه المرحلة باعتباره مفتاحا للنهضة والتنمية. وقال دقلو لدى مخاطبته حفل تدشين المبادرة السودانية للسلم والمصالحة أن البلاد تشهد في الوقت الراهن عهدا جديدا بعد نجاح عملية التغيير، وأصبح باستطاعة كل مواطن أن يعبر عن رأيه بحرية. أدى مارك أسبر اليمين الدستوري وزيرا للدفاع بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان مجلس الشيوخ قد وافق في وقت سابق بأغلبية على تعيين أسبر وزيرا للدفاع بعد 7 أشهر من استقالة جيمس ماتس. يتولى اليوم الأربعاء بوريس جونسون مهام منصبه رئيسا لوزراء بريطانيا خلفا لتريزا مي بعد زيارة للملكة إليزابيث الثانية التي ستكلفه بتشكيل الحكومة المقبلة، ويأتي ذلك بعد يوم من فوز جونسون بزعامة حزب المحافظين، والذي وعد في خطاب ألقاه بعد إعلان فوزه بتنفيذ خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. يواجه منتخب مصر للشباب لكرة اليد تحت 21 عاما نظيره الصربي اليوم في دور 16 ببطولة العالم المقامة حاليا بإسبانيا، وكان منتخب مصر قد فاز على نظيره الفرنسي بنتيجة 37-32 في الجولة 5 والأخيرة بالمجموعة 2 من البطولة، وتأهل المنتخب الوطني إلى الدور 16 كمتصدر للمجموعة برصيد 10 نقاط بعد أن حقق 5 انتصارات متتالية على منتخبات أستراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية وأخيرا على فرنسا، ليصبح أول منتخب غير أوروبي يحقق الفوز في جميع مباريات الدور الأول منذ عام 2009. انتهى الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.